تقنيات عالمية وتكنولوجيا متطورة صديقة للبيئة يعتمدها مجمع الإيثيلين، أول مشروع في مصر للتدوير الكامل للمياه مياه الصرف الصحي. يتضمن المشروع أكبر برج تبريد في مصر، إضافة إلى وحدات التدوير الكامل للمياه كأول وحدة من نوعها في مصر تساهم في ترشيد استهلاك المياه. كلمة دكتور خالد فهمي وزير البيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد رئيس الجمهورية، دولة السيد رئيس الوزراء، السادة الوزراء، السادة أعضاء مجلس، السادة أعضاء البرلمان، السادة الحضور الكرام، شرف لي إن أنا تتيح لي إن أنا أقدم مداخلة صغيرة أتناول فيها البعد البيئي لهذا الصرح الصناعي الذي نفتتحه اليوم. ولكن بداية اسمحوا لي أن أؤكد على أن التحدي البيئي، وهو من ضمن التحديات الهامة التي نواجه بها حاليا، أن التحدي البيئي يتطلب منا أن ندمج البعد البيئي في كافة المشروعات. وهنا هنقدم النهاردة مثال كيف يتم ذلك. الصناعة خاصة والبيئة من الممكن أن يتم من خلال استراتيجيات ومن خلال سياسات واعية، من الممكن أن تكون على وفاق، لأن لا يمكن الفصل كما سبق وأن ذكر في عدة مناسبات، لا يمكن الفصل ما بين حماية البيئة وبين ضرورات التنمية الاقتصادية. كيف؟ الصناعة عندنا في مصر عندنا مشكلتين كبار. عندنا الصناعات القديمة والمراكز الصناعية القديمة التي تستخدم تقنيات قديمة والتي تحاط بتوسعات عمرانية عشوائية في الغالب، وبالتالي يجب، هذا يمثل تحدي لنا، لأن لا يمكن، من الصعب للغاية نقل صناعات ثقيلة خارج الوادي إلا سيكون بتكلفة عالية جدا. وفي نفس الوقت ضروري أن نوفر للسادة المواطنين اللي بيسكنوا سواء بطريقة شرعية أو بطريقة غير شرعية، نوفر لهم بيئة مناسبة. هذا تحدي جسيم. النهاردة احنا بنشوف في منطقة العمرية اللي فيها مصانع 7 منشآت صناعية كبيرة، 7 منشآت صناعية من الصناعات الثقيلة، 7 منشآت صناعية من اللي لها عمليات معقدة بتنتج عنها ممكن يكون مخلفات بيئية. كيف نستطيع أن نواجه هذه المشكلة؟ أما المناطق القديمة فنحن نواجهها بوسائل جديدة، بوسائل الاقتصاد الأخضر، وبوسائل التكنولوجيا الخضراء، بوسائل دراسات تقييم الأثر البيئي، بالتشاور البيئي. أما التحدي هو هذه القواعد الصناعية الكبيرة الهامة التي في وسط المدينة. طبعا اللي احنا شفنا في الخارج كتير أن الصناعات دلوقتي جنب المناطق السكنية، لأن التقدم التقني تقدم عالي وبيمشي بدرجات سريعة. خلينا نرجع لموضوعنا النهاردة. زي ما سيادتكم شايفين، وأنا آسف جدا، أنا ما بتكلمش من وجهة نظر بيئية، لأن أنا أثق وقناعة في وزارة البيئة أن احنا يجب أن نبص للمشاكل البيئية من منظور بيئي ومنظور اقتصادي، ولا يمكن أن نكون بس نركز على الجزء البيئي، وإلا هنبقى احنا في وادي وباقي البلد وباقي قطاعات الاقتصاد في وادي آخر. فلابد من الجمع. معلش، أنا عارف أن عندنا مشاكل بيئية كتير، وعارف أن احنا يعني بنحاول جهدنا، ولكن عايزين نخلي بالنا من حاجة واحدة بس. التدهور البيئي حدث عبر أكتر من 50 سنة، والإصحاح البيئي هي دورات البيئة كده، دورات البيئة 20 و25 سنة، أما دورات الاقتصاد فبنتكلم على دورات قصيرة دلوقتي 5 سنين والأكثر. اختلاف الدورات دي هو اللي بيخلينا نشوف ان الإصحاح البيئي بياخد وقت. نهر الراين خد 25 سنة بعد ما كان مصرف لأوروبا، ولكن قدروا يرجعوه. فبسياسات دائمة ومستدامة من الممكن أن نواجه كافة مشاكلنا البيئية. لا أريد أن أكون، لأن تملي لما بتوع البيئة بيتكلموا بتبقى تملي العملية يعني مش محبوبة شوية، ولكن أنا بس بقول الحقيقة، ولكن في نفس الوقت
ان لدينا امل ولدينا قاعده ولدينا امكانيات وقدرات من الممكن ان نستغلها ونحسن البيئه تحسين شديد وتحسين جيد جدا، خاصه في مناطق الصناعات الثقيله. عندنا صناعات بتروليه بتروكيميكلز، عندنا صناعات بتروليه، عندنا صناعات غزل ونسيج، وعندنا صناعات كيماويه، 7 منشات صناعيه كبيره. السلايد بعده ده الموقف البيئي لهذه الشركات، شركه البتروكيماويات المصريه. عندنا تملي حاجتين، بنتكلم على الصرف الصناعي وبنتكلم على الانبعاثات، اهم حاجتين، بالاضافه طبعا للمخلفات اللي قد تكون مخلفات خطره او تكون مخلفات غير خطره. هنركز على الصرف الصناعي وهنركز على الانبعاثات. ولا يخفي على حضراتكم ان تحدي للتنميه الطاقه والمياه، وبالتالي يجب ان احنا في خططنا البيئيه يكون ده محور اساسي، ان نرشد الطاقه وان نعيد تدوير المياه. نقطتين اساسيتين، الصرف الصناعي تم وفي مشروع دلوقتي بيتم بمشروع من خلال مشروع احنا عاملينه في وزاره البيئه مع عده جهات مانحه، اللي هو مشروع التحكم في التلوث الصناعي. المشروع بيدي خليط من منحه وقرض، واحنا بنعمل له الدراسات. لما بيعمل لما بياخد قرض من البنوك المصريه بينفذ هذه المشروعات، ثم في حاله التوافق بندي له الجزء المنحه اللي هو بيصل لحوالي 20%. هذا الكلام موجود في شركه البتروكيماويات المصريه، وان شاء الله متوقع ان ينتهي هذا المشروع في نهايه 2016. اما بالنسبه للانبعاثات، فالجزء الخاص بالانبعاثات تم تنفيذ خطه وفي قلق الاوضاع والشركه متوافقه. شركه سيدي كرير وشركه المصريه للبولي ايثيلين وشركه جاسكو لانتاج الغاز، بالنسبه للصرف الصناعي واحده جاريه خطه توفيق اوضاع قدامها سنه، والاثنين التانيين متوافقين. بالنسبه للانبعاثات الغازيه، الثلاث شركات قدروا ان هم يواجهوا مشاكل التلوث. كان في تملي بتحصل اللي هي بنسميها الادخنه السوداء، اللي كان بتحصل بانقطاع التيار الكهربائي والصيانه، ولكن الحمد لله مع الطفره اللي حصلت في قطاع الكهربائي قدرنا ان احنا نتغلب على كده. اللي بعده بعد اذن باقي الشركات، شركه اسود الكربون، الصرف الصناعي احنا متحكمين فيه وبيتم اعاده تدوير الميه. الانبعاثات الغازيه كلها تم التحكم فيها فيما عدا اكاسيد الكبريت. زي ما سيادتكم عارفين ان خليط الوقود في مصر في نسبه كبريت عاليه، فدلوقتي احنا متوقعين لما عمل التكرير في مسطره تشتغل الجديده في القريب العاجل هيكون عندنا وقود نسبه الكبريت فيها اقل، ممكن نوجهه لهذه الصناعات. الشركه العمليه للغزل والنسيج قدمت خطه لتوفيق اوضاعها، وللاسف هي تعثرت، هي شركه قطاع خاص، واحنا قفلناها مع السيد المحافظ وبناخد اجراءات قانونيه ضدها دلوقتي. مش كل حاجه يعني هنقول انها متوافقه. اما بالنسبه للانبعاثات فهي متوافقه، شركه الملح والسوطه مطابقه ومطابقه. بعد اذن حضرتك اتفضل. انا ليه بعرض كل المصانع؟ علشان نفهم ان كان ضروري ان هذا المصنع الجديد نركز عليه وهنستثمر فيه شويه علشان اقلل التلوث اللي ممكن يحصل. فانا بدير عمليه التلوث في منطقه صناعيه، مش بدير مصنع واحد، انا بدير مجموعه من المصانع. الموقف بالنسبه للشركه المصريه لانتاج الايثيلين، اتفضل. انا مش يعني خلينا بعد كده، لان خلاص السيد وزير البترول اتكلم عن المصنع. اتفضل يا فندم. برضه بعد اذن حضرتك انا اسف، ما كنتش متوقع اتكلم برضه، بس اهم حاجه معموله هي الزيرو ليكويد ديسشارج. زيرو ليكويد ديسشارج هي غالبا بتكلف 3 اضعاف الوسائل التقليديه لمعالجه الصرف الصناعي. احنا من الممكن نسيب ونقول للمصنع حضرتك توافق مع المواصفات اللي في قانون نهر النيل او اللي في قانون المحطات الصرف، وهيقلل التكلفه، ولكن مش هقدر اعيد تدوير الميه. وانا يهمني ان انا اعيد تدوير الميه مره واثنين وثلاثه واربعه لحد 10، لان احنا عندنا تحدي مائي. وبالتالي كان الهدف هنا ان احنا نقدم هذه التكنولوجيا الحديثه اللي قدمت قبل كده في موبكو في دمياط واثبتت فعاليتها. صحيح احنا عارفين ان التكلفه اعلى، صحيح نعلم ذلك جيدا، ولكن تكلفه صحه المواطن اكثر واهم من ذلك. وبالتالي احنا بنشكر المصنع وبنشكر الشركه لان هي نفذت هذا المشروع، نفذه بكفاءه عاليه جدا. ومش بس كده،
ده هي كمان مصانع التبريد بتساعدنا على استرجاع جزء من الطاقة. اتفضل يا فندم. دي الموافقات البيئية. أنا بس عايز أقول لحضراتكم إن اتقدم 3 مرات ب3 توسعات، وفي كل مرة، في أول مرة 14 اشتراط بيئي، تاني مرة 14 اشتراط بيئي، التوسعات اللي هي حاليا ب17 اشتراط بيئي. ال17 اشتراط بيئي بيتم تنفيذهم وبيتم متابعتهم، واحنا بنتابع دلوقتي الاساليب الحديثه في المتابعه وهي بالاونلاين. احنا بنحط حساسات بيئيه وبنقدر واحنا قاعدين، وفي الفرع عندنا هنا قريب وفي المركز بيبقى عندنا متابعه 24 ساعه لايه اللي بيحصل بالظبط في المصنع. وبنشكر برضو المصنع ان هو، لان دي بتتكلف الكلام ده، بنشكر المصنع اللي هو بيتعاون معانا، ونرجو من اعضاء البرلمان عشان احنا هنقدم لهم تشريع اذا وافق السيد مجلس الوزراء بان يكون ملزم ان يكون حساسات بيئيه مركبه في كل الصناعات، سواء كانت بتصرف على نهر النيل او كانت بتصرف في الهواء، وبالتالي نقدر ان احنا نتدخل سريعا في حاله وجود اي عدم مطابقه او مخالفه. اتفضل يا فندم. الشركة مش بس عملت الزيرو ليكويد ديشارج او عملية استخدام موارد التبريد المغلقة، ولكن هي عملت كمان بتستخدم الغاز الطبيعي كوقود بالغليات، كويس، مع الالتزام طبعا بإقامة المداخل لانها كانت محتاجة انها تركب مداخل جديدة. اتفضل فندم. تركيب اجهزة الرصد الذاتي زي ما قلت لحضراتكم، تركيب الفلاتر وانظمة تنقية الغازات اللازمة لمنع تلوث البيئة المحيطة، عقد جلسات تشاورية، ودي مهمة جدا. احنا دلوقتي بنشترط في البيئي ان يكون هناك تشاور مجتمعي مع الناس اللي في المجتمع ونسمع ارائهم ونحاول ندخل الكلام ده. الشركة عملت كده واستثمرت اكتر علشان كان في ملاحظات في جلسات التشاور. اتفضل فندم. بالاضافة لكده احنا عندنا المسؤولية الاجتماعية، واحنا عايزين نركز على المسؤولية الاجتماعية للشركات ولرجال الاعمال. ضروري ان احنا ننفق شوية على تحسين الخدمات في المناطق المحيطة بصنعاء، كويس، ده مطلوب وبيتم الحمد لله في الماكس، وعايزين نزود منه. وكان الاقتراح في مجلس الوزراء هو بانشاء لكل منطقة صناعية صندوق يديره السيد المحافظ مع المؤسسات المجتمعية، وبيتم في توجيه هذه الاموال اللي تيجي من الشركات لمشروعات بعينها تخدم اهل المنطقه. ده بس دي امثله للي الشركه عملته، موارد بناء سور، معهد تنسيق، معهد تمويل، انشاء طريق، تمهيد طريق فرعي، توفير عقود عمل الى اخره. اتفضل فندم. طبعا في اعطاء اولويه لاهالي المنطقه في اعمال الانشاء، ده مش معناه ان احنا نلزم المشروع ان هو يختار ناس، لكن هو ضروري يختار ناس بشكل شفاف وبشكل يحقق له الكفاءة، ولكن في أعمال تانية من الممكن يخش الناس اللي أقل كفاءة فيها، وبالتالي نوفر فرص عمل. دي زي ما قلت لسيادتكم عدة أنشطة قامت بها الشركة. احنا بنحط كناس بتوع البيئة بنحط كل ده في حزمة واحدة من الإجراءات بحيث يحصل التوازن ما بين الصناعة وبين المجتمع. لن أطيل على حضراتكم وأشكر لسيادتكم، وفي النهاية أحب أن أتوجه بشكر خاص لفخامة السيد الرئيس، لأنه الاهتمام الذي يوليه للبيئة هو اهتمام غير مسبوق، وغير مسبوق ان البيئة تاخد هذا الاهتمام في كل المحافل وفي كل الاجراءات. ونحن نعاهد شعبنا ونعاهد حضرتك ان احنا سوف نبذل كل قطرة من عرقنا ومن دمنا في سبيل ان احنا نحافظ على البيئة وصحة الناس، ونحافظ في نفس الوقت على نمو اقتصادي مضطرد. شكرا يا فندم.